أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول أنت أملنا؟ أنت أملنا. أملنا؟ نعم، حسب نية القائل. إن كان يقصد أنه يكفيهم، أن هذا العبد يكفيهم ما يريدون، هذا باطل وشرك بالله. أما إن كان يقول هذا من باب إحسان الظن، قوله من باب إحسان الظن في أخيه، لا بأس بذلك. نعم.